تغطية خاصة على راديو الوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، إلى هذه المساحة المباشرة من تغطية خاصة في هذا الحوار الخاص الذي يجمعنا بالأستاذ عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب. ولكن قبل ذلك أحييكم، أنا أحمد المقصبي وزميلي هبة أديب وأوجا العبيدي. سألت أستاذ عبد الله وأيضا دكتور أحمد عن أن السيد فايز السراج اتهم المستشار عقيلة صالح باحتكار القرار داخل المجلس ورفض أي حكومة مقترحة. نعم أستاذ عبد الله. أستاذ أحمد، طبعا هذا الكلام من يقوله أو من يتحدث أو يجزم فيه هم السادة أعضاء مجلس النواب، ويعني الحمد لله وبفضل الله يعني بعد فترة من عدم انعقاد الجلسات وعدم حضور عدد كبير من السادة أعضاء مجلس النواب وخاصة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم منذ الأسبوع هذا الأسبوع والأسبوع الماضي التأم بحمد الله مجلس النواب من جديد بعدد لا بأس به من السادة الأعضاء، على رأسهم النائب الأول والنائب الثاني بالإضافة إلى فخامة الرئيس. فلا أعتقد بأن كل هؤلاء أعضاء مجلس النواب السادة المحترمون موجودون في قاعة مجلس النواب أو في المجلس ليختزل المستشار عقيلة صالح رأيهم أو قرارهم، فهذا الأمر يعني ليس معني به بالدرجة الأولى رئيس المجلس الرئاسي المقترح. طيب الهيئة أيضا الهيئة التأسيسية من ضمن مأخذها. نعم تفضل، عندك تعقيب؟ تفضل. يعني نحن أولا لاحظنا بأن ونحن صراحة سوف أتدخل المداخلة هذه في الجزء على وجه التحديد كمستشار سياسي رئيس مجلس النواب، يعني رئيس لاحظنا بأن رئيس مجلس النواب أنا قدمتك كباحث ومحلل، نسيت أن لا هو حتى أحمد العبود يكفي، لكن نتكلم أنا في الجزئية هذه لكون أني عشتها وعاصرتها وأيضا بمعيّة الأستاذ عبد الله. الرئيس عقيلة صالح كان يدعو كل أسبوع إلى جلسة ويصدر بيان بهذا الشأن، ويذهب هو والأعضاء الموجودين في مدينة طبرق لحضور الجلسة. الموضوع أكبر من ذلك بكثير، الموضوع بأن هناك تيارا اعتقد بأنه يمثل تيار الأغلبية اختزل، أراد أن يختزل قرار تمرير الاتفاق السياسي وأصبح معطلا لجلسات مجلس النواب. كان الرئيس يذهب إلى كل أسبوع إلى مدينة طبرق يوم الاثنين ويوم الثلاث، تعقد جلسة هي جلسة تشاورية نتيجة لغياب النصاب. جلسة 22 هي الرد على كل الاتهامات التي ساقها السيد فايز السراج 22 أغسطس، لكون أن حضر الرئيس توفر النصاب تم التصويت على هضم دائمين للاتفاق السياسي غير المقاطعين. نعم الدائمين نعم. للاتفاق السياسي أصبحوا أيضا مقاطعين لا يحضرون الجلسات. نعم. وهناك حتى دائمين لا يحضرون الجلسات الآن. الآن يحضرون. نعم. اليوم يحضرون. اليوم لأن تجاوزنا مرحلة الحكومة بالتصويت عليها بالرفض، وهناك حديث أيضا حول نقاشات داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول المقترح الذي قدمه بعض أعضاء مجلس النواب بإعطاء فرصة ثالثة للسيد السراج ولتشكيل حكومة. إذن عندما تجاوزنا صراحة الاتفاق السياسي الذي يعتقد بأنه جولاته الماراثونية عطلت المسار التشريعي، لكون أن ضمن أجندة مجلس النواب البند الأول دائما كان الاتفاق السياسي، وكان مراجعة في المسودات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. إذن في جانب كبير أستطيع أن أقول باطمئنان بأن الاتفاق السياسي عطل مسار المجلس النواب في التصدي أو المقاربة للقضايا التشريعية التي تهم المواطن والوطن. طيب دكتور، خليني أيضا أقول بأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حملت هي الأخرى مجلس النواب مسؤولية تعطيل إصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور المقدم منذ 7 أشهر. يعني من 7 شهور سوف أتركها للسيد عبد الله. نعم. ولكن قبل ذلك خليني ننهي الجزء الخاص بالاتهامات التي يسوقها السيد فايز السراج حتى يبان للمواطن صراحة المواطن الليبي حجم الاستهداف لرئاسة مجلس النواب على وجه التحديد
لعقيلة صالح، لأن عقيلة صالح مثل تيار الرفض لتمرير مشروع الوصاية الدولية. خلينا نكون معك واضح، نتساءل اليوم من الذي أتى بالسيد فايز سراج رئيسا للمجلس الرئاسي؟ صراحة ضمانة مجلس النواب في وضعه الحالي واستمراره كان عقيلة صالح، والنتيجة لذلك عوقب عقيلة صالح. وصاية وليست رعاية يعني. نعم. وصاية وليست رعاية. نعم لا وصاية. وصاية دولية. بعد أولا الرجل تحمل العقوبات الدولية. اليوم نعرف على وجه التحديد من كان يكتب في التقارير المغرضة ضد عقيلة صالح من أجل أن يعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل المجتمع الدولي. اليوم اتضح بما لا يقبل الشك أنه اليوم. كان نعم اليوم اتضح بما لا يقبل الشك بأنه كان يمثل ضعنا في الصورة حائطا سدا لتبرير مشروع من كان يكتب على من كان يكتب هذه التقارير يعني من؟ بعض النواب الذين صراحة نواب اليوم بعد فايز سراج وتصريحاته العلنية بخصوص الشخصيات التي يعتقد هو في مخيلته بأنه معرقل للاتفاق السياسي. نقول لمن أتى بسيد فايز سراج من أراد تمرير مشروع الوصاية لنهب ما تبقى من الاحتياط الاستراتيجي النقدي لليبيا، من يريد تقسيم ليبيا اليوم. السيد سراج أين يوجد؟ يوجد في تونس. ما هي المساحة التي تسيطر عليها حكومة التوافق الوطني التي طيب نحن يعني الكرة رميناها في ملعب المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وغير ذلك. تحدثنا يعني أيضا قبل حضورك تحدثنا قبل حضورك دكتور أحمد عن حجم الفساد المالي والإداري في حكومة السيد عبد الله الثني وإيقاف بعض الوزراء عن ممارسة مهام أعمالهم. لكن دعني أعود إلى السؤال الذي طرحته منذ قليل على السيد عبد الله بليحق والمتمثل في تحمل مجلس النواب مسؤولية تعطيل إصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور المقدمة منذ 7 أشهر المقدمة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. نعم أستاذ أحمد، طبعا في فترة مضت يعني حوالي 8 أشهر من فبراير إلى يعني قرابة 7 أشهر إلى الشهر نهاية شهر أغسطس، كان مجلس النواب في أغلب أوقاته أو غالب أوقاته كان في جلسات تشاورية فقط، وكان هنالك تعطيل بعدم حضور المجموعة المؤيدة لحكومة الوفاق، ولم يكن هنالك جلسات رسمية. هذا جانب، لكن هنالك جانب آخر مهم جدا وهو صدور حكم من محكمة البيضاء فيما يخص طعن مقدم في ما تم في الهيئة التأسيسية بإجراء تعديل للنصاب القانوني. طبعا النصاب القانوني في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هو 2+1 من إجمالي عدد الأعضاء، ليس الحضور، إجمالي عدد الأعضاء بالكامل. كان هنالك تغيير تم من الأعضاء المتواجدين عدا المقاطعين من الهيئة، وتم تعديله من 2+1 الأعضاء إلى 2+1 الحاضرين. وهذا طبعا لا تملكه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وإنما تملكه الجهة التشريعية. وبموجب ماذا؟ بموجب تعديل دستوري، ليس بقرار أو بذلك. فهذا الشيء لم يتم، فبمجرد أن أجري طعن في هذا في هذه الجزئية الخاصة بالمسودة التي قدمت، صدر قرار بإيقاف المسودة وقرار قضاء من محكمة البيضاء. فمجلس النواب لديه إشكالية قانونية الآن. جدول الأعمال مجلس النواب الذي انطلق في جلسات مجلس النواب الرسمية بحضور الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني وعودة عدد كبير من النواب، كان البند الأول هو موضوع مسودة الدستور. حدث نقاش، حدث مقترحات، تداول داخل مجلس النواب حول هذا الموضوع تحديدا، وهنالك آراء متعددة. فهنالك الآن اللجنة التشريعية متولية الأمر، وأيضا مع موضوع القضاء لأجل تحديد الرأي النهائي في هذه المسودة من الناحية الرأي القانوني. نعم صحيح. طيب أنا تحدثت قبل
السؤال عن حجم الفساد الإداري والمالي والذي فاحت رائحته وصفحات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع تتحدث من الفساد المالي والإداري. تمام يعني تمام. خلينا نتحدث عن أنفسنا لكي نكون واقعيين أكثر ولكي نعطي وأنا أتحدث عنكم يعني كصفات رسمية كمتحدث رسمي باسم المجلس وكمستشار سياسي لرئيس مجلس النواب نعطي الثقة للمواطن اللي تابع فينا أن نحن نتحدث عن بيتنا الداخل. تمام. عندنا بعض الأسئلة من الفيسبوك. في سيد قصي زوي يسأل عن اللجنة التي كلفت بشأن التحقيق مع رئيس الوزراء عبد الله التني، ولماذا كذبتم؟ والأستاذ أعتقد عبد الله عنده الإجابة. لماذا كذبتم خبر إيقافي عن العمل رغم صدور قرار رسمي بشأن التحقيق؟ الأستاذ قصي زوي وجه له تحية أولا. طبعا يوم جلسة مجلس النواب أستاذ أحمد والليلة التي قبلها كان هنالك كم كبير من الإشاعات التي ظهرت على الفيسبوك، ابتدأت من لقاء المستشار عقيلة صالح بأعيان مدينة بنغازي ووزير الداخلية اللواء المدني الفاخري، ومباشرة خرجت إشاعات وانتشرت بشكل كبير بأن المستشار عقيلة صالح يصدر قرار بعودة المدني الفاخري وزيرا للداخلية بجميع صلاحياته. طبعا هذا الخبر كان عاري عن الصحة، والسيد الرئيس لا يملك أن يصدر قرار في وزير المعني به هو رئيس الوزراء من جانب قانوني ودستوري. فهذه الأولى عدت، والثانية بعدين نزلت الثانية أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب، وهي كانت يعني وهنا يعني أوجه لوم وعتب للنشطاء خاصة من يمثلون النخبة. الجلسة كانت منقولة على الهواء مباشرة في قناة ليبيا الأخبارية، يعني متاحة للجميع للمشاهدة. في وقت الجلسة الفيسبوك بدأ يعج بأخبار أن مجلس النواب، أول خبر مجلس النواب أصدر قرار بإقالة رئيس الوزراء، وهذا الخبر غير صحيح. بعدين معلومات أخرى إيقاف رئيس الوزراء، هذا الخبر غير صحيح غير موجود في جلسة مجلس النواب، وقلت لك الجلسة كانت منقولة على الهواء مباشرة. ولكن ما تأكد هو إصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من 20 نائب من سوف أصل نواب الأستاذ قصي لأنه تحدث عن نفي. وأيضا قرار إيقاف للعميد الهويدي صلاح هويدي مدير مديرية أمن بنغازي، يعني ما علاقة مجلس النواب أن يوقف مدير يعني شيء غير منطقي، وللأسف أنه تم تداول بشكل كبير. يعني ومن نخبة الحملة التي عج بها الفيسبوك، هل هي الغرض منها التغطية على مؤتمر لندن ونتائجه، أم أننا نذهب إلى آليات طبيعية ما بين السلطة التشريعية؟ السلطة التشريعية من حقها أن تسأل الحكومة. يعني هل تعلم سيد أحمد بأن لا حكومة يعني المكتب التنفيذي لم يتم عملية محاسبته، ولم يتم تفعيل آلية الرقابة عليه من قبل المنصب الانتقالي؟ الحكومة الأولى هي حكومة علي زيدان عبد الرحيم كيب، أيضا لم يتم مساءلتها ولم يتم تفعيل آلية الرقابة عليها من قبل السلطة التشريعية التي كان مترها. تمام. بس ما خلوش أعرف. ما خلوش أعرف يا دكتور. أنا جايك. لا والله. أعرف لدينا لأن كل حكومة تخرج بدون مساءلة ومحاسبة. سيد أحمد رأى أنا لني لا أدافع عن أحد ولا أجد تبريرات لأحد. حكومة السيد عبد الله التني هي حكومة مظلومة، خليني أكون معك واضح. تمام. أولا هي الحكومة الوحيدة التي سئلت والتي استدعت من قبل مجلس النواب مرتين للمساءلة. المرة الأولى كانت وكانت أيضا يصاحبها العديد من الجلبة والإشكاليات. المساءلة الثانية كانت يوم جلسة 22، يعني من كان من ضمن بنود جدول الأعمال هي مساءلة السيد صحيح. حكومة السيد عبد الله التني. والسلطة التشريعية عندما ترى بأن الحكومة هي السلطة التنفيذية مقصرة أو أن هناك خلافا أو إشكاليات أو حتى إشكاليات رقابة أو إشكاليات فساد مالي وإداري، من حق السلطة التشريعية إيقاف رئيس الحكومة والتحقيق معه. حكومة السيد عبد الله التني للمرة الثانية تقف أمام السلطة التشريعية ويتم مساءلته.
ما تتحدثون عنه اليوم هو أن هناك إشكاليات داخل الوزارة، ورئيس الحكومة لأنه هو المسؤول المسؤولية التضامنية أمام السنوار من حقه إجراء تحقيق داخل. طيب عندك لجان مختصة داخل مجلس النواب، عندك لجنة الدفاع، لجنة الصحة، لجنة الداخلية. خلينا نسأل السؤال، يعني وزير الصحة من تم إيقافه؟ من تم إيقافه؟ لجنة الصحة في مجلس النواب. والداخلية، وزير الخارجية نفس الإشكالية. نعم نعم يعني وين وزير الداخلية شخباره؟ وينه الآن؟ وكيل وزارة داخلية. لا، وزير الخارجية، على ذكر وزير الخارجية. نعم. وقف أيضا هو الآخر. نعم. من جهاز الرقابة. وأيضا من جهاز الرقابة. نعم. عموما أستاذ دكتور أحمد، أستاذ أحمد لكي أقفل مع الأستاذ قصي. فهذا ما تم، قصي زوي، فهذا ما تم أستاذ أحمد. أنا بعد ما نزلن هالمجموعة من الأخبار، يعني الأخبار أتمنى أن لا تكون لها انعكاسات على القرارات السياسية، وهذا خطير جدا أستاذ أحمد، يعني عندما يتفاعل الساسة مع الآراء، وبالذات لما يكون النشاعات ربما تصير في تدخلات، وهذا ما أخشى منه دائما. توصلت مباشرة على ملخص الجلسة بالكامل، الجلسة لم يكن فيها هنالك يعني أي إجراءات فيما يخص رئيس الوزراء، ومن هنا أصدرت البيان بخصوص أو التصريح الصحفي بخصوص عدم إيقاف رئيس الوزراء. وحتى الآن ليس موقوف رئيس الوزراء، إنما فخامة رئيس مجلس النواب أصدر قرارا بتشكيل لجنة من 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب للتحقيق في موضوع إفراغ الوزارات من الوزراء الفترة الأخيرة. وهذا إجراء يعني أراه يعني ممكن يكون عادي جدا، يعني التحقيق في أي موضوع مجلس النواب له أن يحقق أو يتابع أداء عمل الحكومة في أي وقت، وهو ليس موقوف إلى هذه اللحظة، وأؤكد على ذلك. نعم. طيب نعود إلى قضية الحوار السياسي. نعم. لجنة الحوار السياسي ستعقد اجتماعها القادم في العاصمة المالطية فاليتا يومي 10 و11 من هذا الشهر، سيتم فيه مناقشة مسار الاتفاق ومختنقاته. هل في تقديرك وتصورك أن ربما يكون هناك مخرج وإيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها للخروج من هذا المأزق؟ يعني خلينا نتكلم على أي لجنة حوار، يقول أن مجلس النواب قام بتغيير فريقه الممثل في لجنة الحوار، يعني هل البعثة الدولية مكنت الفريق الجديد أن يشارك في 13 عضو؟ نعم 13 عضو. هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، المستفيدين الموجودين في لجنة الحوار والموجودين أيضا ويتقلدون مناصب رسمية، يعني سواء في مجلس أعلى الدولة أو في المجلس الرئاسي أو في مجلس النواب، يعني هل سوف يقومون فعلا بإيجاد حلول حقيقية تمثل إرادة مجلس النواب مثلا على سبيل المثال، أو تمثل قناعات مجلس النواب في إيجاد معالجة حقية للاتفاق السياسي؟ لأن أصبح الخلاف أو الإشكالية ليس خلاف داخل الاتفاق فقط وفتح بنوده، أيضا هناك إشكالية تتعلق بلجنة الحوار، وهذا ما صرح به السيد شريف الوافي في اللقاءات الأخيرة بعد مشاركة في جولة تونس. النقطة الثالثة، هل سوف يفتح الاتفاق؟ لأن الإشكاليات مرتبطة داخل بنصوص داخل الاتفاق، يعني حتى لما نتكلموا على الجوانب الموضوعية أو أوجه القصور أو الإشكاليات داخل الاتفاق السياسي، علينا أن نذهب إلى كل نقطة من النقاط التي تمثل نقطة خلاف ما بين الفرقاء، منها على سبيل المثال مادة الثامنة، هل سوف يتم إلغاء المادة الثامنة؟ السيد كوبلا يقول بأن الاتفاق السياسي لن يفتح. أوكي. موضوع معالجة آليات الرقابة على الأموال المجمدة التي كان أحد نتائجها مؤتمر لندن، هل سوف نذهب إلى إيجاد معالجة لهذه المادة؟ إشكالية القائد الأعلى للقوات المسلحة، هل سوف نذهب إلى إلغاء هذه الصفة من المجلس الرئاسي لأنه أثبت فشله في إدارة شؤون الأمن القومي صفة عامة، ولا أدل على ذلك هو استعانة طيب المجتمع الدولي طيب في حرب. دكتور أحمد أنا أسمح لي أن أقاطعك لأن الوقت دهمنا وعندي مجموعة من الأسئلة التي أود طرحها عليكما. عندي سؤال أيضا حول ماذا قدمت لجنة النازحين تقريبا إذا صحت التسمية داخل مجلس النواب
للنازحين بالتواصل مع الحكومة أقصد هنا. وسؤال من إحدى المستمعات تقول أنا كنازحة لم يصلني أي شيء حتى الآن. نعم طبعا ملف النازحين أستاذ أحمد يعني من أصعب الملفات والملفات الشائكة. طبعا لجنة النازحين في مجلس النواب هي تحاول قدر الإمكان وتتابع وتوجه في الوزارات المعنية في الحكومة الليبية المؤقتة. والحكومة الليبية المؤقتة لديها ما لديها من إشكاليات مالية وإشكاليات صعبة، فلا أستطيع الخوض بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع لأن ليس يعني لدي أكثر تفاصيل، لكن للأمانة لجنة النازحين دائما من إحدى اللجان النشطة في مجلس النواب التي يعني تقوم بأعمال بتعاون مع أو بتوجيه الوزارة المعنية في تمام. الحكومة الليبية المؤقتة، لكن النتائج حقيقة لا توجد. يعني نتمنى صراحة هو نتمنى لكن هو الباين إن يعني أفضل من الحزم العسكري يعني أذكر حتى عفوا دكتور أحمد يعني الدكتورة سلطنة المصماري وهي إحدى السيدات العضوات مجلس النواب النشطات والتي يعني دائما تجتهد في كل جانب، من بين هذه من سيدات هي الدكتورة سلطنة وهي نشطة نعم. وتقوم بالكثير من الزيارات وتحاول أن تقدم نعم. شيء للنازحين نعم. طيب سؤال أخير لك أستاذ عبد الله وللدكتور أحمد، من له مصلحة في أن يظل الوضع الليبي على ما هو عليه؟ من هو المستفيد من هذا العبث من هذه الفوضى؟ ما هي الأطراف المستفيدة؟ خلونا نحكي بصراحة. أنا مستضيف يعني اثنين يمثلان اتجاها واحدا تقريبا يعني سؤال كبير جدا جدا أستاذ أحمد أو ياريت نختصره لأن يعني الوقت سؤال كبير هو تبي له حلقة يحتاج إلى حلقة. عطينا عنوي. أنا أحمل مسؤولية للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي هو مسؤول مسؤولية أخلاقية وقانونية عما يحدث في ليبيا منذ 2011 منذ صدور أول قرار الدولي. المجتمع الدولي غض الطرف على تنامي الميليشيات حتى أصبحت هذه الميليشيات جزء حقيقي في أزمة ليبيا وأزمة الفوضى اليوم. المجتمع الدولي غض الطرف عن تنامي التنظيمات الإرهابية التي كانت تتسرب بمسأى ومسمع ومرأى المخابرات العالمية. المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية معايير مع القضايا، يريدون منا احترام المسار الديمقراطي ويمكنون لحكومة التوافق الوطني وفقا لمسار الديمقراطية التوافقية وليس الديمقراطية الصندوق. مستقبل النظام الديمقراطي في ليبيا اليوم أصبح في المجهول. المجتمع الدولي لا يحترم حقوق الإنسان ويدعونا إلى فتح ممرات إرهابية للإرهابيين الذين نواجههم اليوم ويصنفهم المجتمع الدولي ويصنفهم داخليا بأنها تنظيمات إرهابية. المجتمع الدولي لا يريد أن يساعد ليبيا في حرب على الإرهاب، ولا دل على ذلك لأننا سنتين نتحدث عن رفع الحظر عن الجيش الليبي وكل طلبات الحكومة المؤقتة وطلبات مجلس النواب يضرب بها عرض الحائط. المجتمع الدولي هو مسؤول عن الأزمة المالية التي تعيشها ليبيا من خلال الحظر على الأموال الليبية. المجتمع الدولي اعترف بالمسار الديمقراطي ولكن لم يعترف بنتائجه، ولا دل على ذلك أنه لا يعترف بحكومة السيد عبد الله تيني ولا يتعامل معها. المجتمع الدولي هو سبب رئيسي لأنه عندما ذهب إلى إسقاط نظام معمر القذافي كان عليه أن يساعد الليبيين من خلال مشروع مارشال يضع ليبيا في خارطة الدول من جديد. اليوم مستقبل الدولة بالكامل في ليبيا في المجهول. هذا جانب، هذا طرف هو المجتمع الدولي. الطرف الثاني هم الليبيين أنفسهم. نحن ذهبنا إلى ممارس السلطة ولم نضع هياكل السلطة، ذهبنا إلى إنتاج هذه الفوضى من خلال صراحة الانقلاب على المسار الديمقراطي. لابد أن يعي الليبيين بأن من ساهم في إرباك المشهد هي الميليشيات المدعومة جهويا وقبليا نعم. ومدعومة أيديولوجيا من تيار الإسلام السياسي، والإسلام السياسي كتيار سياسي يتحمل مسؤولية كبيرة عما يحدث فيه. كلمة أخيرة أستاذ عبد الله. أختصر، هو من المسؤول هي الأمم المتحدة بالدرجة الأولى، الدول الكبرى، مشروع الأخوان المسلمين العالمي، الشرق الأوسط الجديد الذي أعلنوه في عام 2001، والإخوان المفسدين في ليبيا والذين انطلقوا من المؤتمر الوطني العام وغزو طرابلس وحرق المطار وإلى ما نحن فيه الآن. نعم مستمعين الكرام، بهذا القدر نكتفي من حوارنا المباشر عبر راديو الوسط مع السيد عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، والدكتور أحمد العبود المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب. شكرا لكما، شكرا. نلتقي إن شاء الله في فرص قادمة. شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية خاصة على راديو الوسط.